وراضيين ايوه ومرتضين والحمد لله. هل حضرتك كنت متوقع ان ده يكون الحب؟ طبعا طبعا طبعا، لان احنا فيما يخص نص الماده 290 فقره 1 و3 هو شروع، شروع في خصم الأنثى وليست جريمه كامله. تمام، فالحكم كده احنا راضيين ومرتضين بيه والحمد لله، هو موفقين في القضاء المصري ومحكوم في القضاء المصري طبعا. طيب، كان حضرتك قلت ان في قضيه تانية المتهم هيواجهها غير قضيه الخطف، في وقع التزوير وتم سلخ الاوراق واحالتها لنيابه الاموال العامه للتحقيق في هذه القضيه. ممكن تفاصيل وقع التزوير؟ هو زور الرقم القومي بتاعه بناء عليه، طلع فيش وطلع تحليل مخدرات مزورين طبعا بناء على الرقم القومي المزور اللي هو طلعه. بس فدي مقدمه ضده 19 شكوى، في 13 شكوى من 2019 ل 2021 وست شكاوى، بما فيهم الشكوى اللي هي بتاعه الانسه ديت اللي هي التحرش الجنسي دي، من كانت بالظبط في 22. لكن في امر الحاله سيدات ولا من سيدات ورجال؟ سيدات ورجاله. من ضمن الشكاوى واحده عندها طفل كانت المفروض هتوديه للدكتور، وقفها في نص الطريق وسبها وقذفها ومد ايده عليها ونزلها، وابنها كان بيموت. ده من ضمن الشكاوى. المحامي بيقول ان كان في شخص مش بيأمن لاولاده ولا على اسرته الا من خلال السائق ده، فهل يعقل ان حد يأمن بيته وأسرته؟ يعني انت بتصدقي كلام واحد وبتكذبي 20 شكوى؟ هي اللي ماتت دي بني ادمه ولا فرخه؟ بني ادمه طبعا. بس طبعا طبعا. حضرتك يعني والد حبيبه، والد حبيبه مبسوط من الحكم طبعا، والحمد لله راضي الحمد لله. راضيين فعلا وابدا. ايه رد فعله بقى لما سمع الحكم دلوقتي قدام حضرتك يعني؟ والحمد لله. طيب تمام، وقدر الله وما شاء فعل والحمد لله. الحمد لله. شكرا يا معلم. طبعا اذا مكتوب متابع موقع مصراوي من ذو القليل اصدرت محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة التجمع الجديدة، محكمة التجمع في القاهرة الجديدة، بمعاقبة المتهم محمود